في إطار تعظيم الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية لدعم ومساندة المواطنين بخاصة في القرى النائية والأكثر احتياجاً، لذا فقد وجهت الوزارة قوافل من المساعدات المتكاملة عينية وطبية وخدمية إلى عدد من القرى النائية بمنطقة الواحات البحرية والتي تبعد 400 كيلومتر عن مدينة الجيزة. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. القوافل التي تم توجيهها تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تضمنت توزيع مساعدات عينية منها مواد غذائية على قاطني تلك القرى، حيث تم تخصيص أماكن لاستقبال المواطنين لتسليمهم تلك المساعدات. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كما توجهت مأموريات إلى المواطنين بأماكن إقامتهم لضمان حصولهم على المساعدات. وخلال توزيع المساعدات العينية تم الاستجابة لطلب والد طفلة بتركيب طرف صناعي لكريمته والتي تعاني من بتر في قدمها اليمنى. أنا صدق عايز أعمل جهاز لبنتي تمشي عليه وتلعب مع العيال، بس لا هو بنت حياتي وصدق رزق أصحابنا بس. حيث تم اصطحابها إلى القافلة الطبية التي جاءت إلى المنطقة ضمن قوافل المساعدات المتكاملة وإجراء الكشف الطبي اللازم لها تمهيدا لاستكمال الاجراءات اللازمه لتركيب طرف صناعي. الحمد لله هي بالنسبه لحالتها الحاله مستقره معاها وكويسه، بس هي محتاجه لسه تكمل علاجها عشان ان شاء الله ترجع تمشي طبيعي على رجليها. القافله الطبيه والتي تضم كافه التخصصات ومصاحب لها صيدليه لصرف الادويه اللازمه بالمجان، قام اطباؤها بتوقيع الكشف الطبي على الحالات التي تحتاج ذلك بعدد من القرى المستهدفه بهدف توفير رعاية طبية وصحية لائقة لهم، وهو ما أشاد به المواطنون، حيث تم الكشف على 592 مواطن وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. خرجنا قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوفير الخدمة الطبية لأهالينا في الواحات البحرية. قدرنا إن احنا نكشف على ما يزيد عن 500 حالة على مدى اليومين دول، موزعة بين عيادات البطنة وعيادات القلب وعيادات الجلدية وعيادات الرمد. تضمنت قوافل المساعدات قافلة للأحوال المدنية لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية دون مقابل في القرى المستهدفة. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. وقافلة مرورية لتقديم خدمات التراخيص والفحص الفني للسيارات، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وتعد القوافل الإنسانية والخدمية إحدى الوسائل التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى الوصول للمواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجاً لتقديم الدعم والمساندة لهم وتخفيف الأعباء عنهم. دايماً هنا شرطة وشعب.